السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو توصلت به من مشتركة في قناة اللي غالبا ما كتصيفط لي فيديوهات باش كتقاسمها معكم. إلا عندكم قنبورة الماء أو جرة الماء، فهاد الحيل اللي غتقدم لكم هاد السيدة هي فعلا جيدة. كنتمنى تشوفوا الفيديو ديالها حتى الأخير باش تستفدوا أكثر، وكنتمنى ايضا تشجعوها بوضع لايك ووضع تعليقات، وشكرا. السلام عليكم ان شاء الله. بالنسبه لهاد القنبوره ديال الماء، الا بغيتيها تبقى نهار كامل وهي بارده، غتشدوا قرعه ديال البلاستيك ديال المناضه، كتخويها تكون عندكم ولا تتخويها مناضه، من بعد كتغسلوها كتعمرها بالماء وكديرها في الفنجاتور. ها هي من بعد الا بغيتوها تبقى عندكم بارده نهار كامل، كتعمروا هذه بالماء وغتنقصوا منها واحد الكاس، وغادي تشدوا هذه القرعه المثلجه وغتحطوها هنايا بحال هكذا نهار كامل، كتبقى لك هذه القنبوره بارده. ومن بعد ملي كتكبي الماء منها كتحيدي القرعه بحال هكذا وكتعمري في الكاس، كتكون بارده ما نقول لكمش، كي دايره بحال يلا جابينها من الثلاجه. ومن هنيت كيتصفى هذاك الماء، ماشي كي كتجي كتخوي كتشربي كيتصفى وكيتحيد منه هذاك الكركر ديالو. وعندي حيله اخرى ان شاء الله بغيت هي نشاركها معكم، بالنسبه الناس الكبار، الناس اي واحد كتجي هذه ثقيله باش يهزها، باش تهزها كتجيك ثقيله. وكاينين هذوك النيت ديال الروبيني ولكن كيبقى يسيلو لك، وخصك ضروري تحطي عليها، تحطي شي كرسي من تحت منه عاد تقدري تكبي الماء. انا جبت لكم واحد الحيله بسيطه وزوينه ان شاء الله، وكنتمنى تعجبكم. المهم عندي انا هذا اصلا كنت شارياه كنستعمله في البيدو ديال الماء الكبير، هذا داير شي 20 درهم. المهم انا نوريكم الطريقه ان شاء الله. شتي المهم هنايا كتجيبوا واحد الشيفون ناشف ولا كلينيكس ولا اي حاجه، كتحاولوا تنشفوه مزيان من الماء، تنشف ما يبقاش فيه الماء. وعندي هذاك الراس ديال القرعه الكبير ديال الماء، بيدو ديال الماء طيرت ليه ديالو، ها هي كما كتبان لكم. غادي نحاول نديرها هنايا لداخل، وغادي نحاول نجيب هذا الكابوس ديال البيستولين، وغادي ندور الكولا هنايا، غندورها مزيان. ولكن ما تخافوش راه ما غاديش تدخل لداخل، المهم خليكم معايا غادي نديرها وغنرجع لكم ان شاء الله. انا هنا راه درت الكولا، وغتجيبوا شي خشبه صغيره ولا شي غطايه وغتبداو تبردوها باش ما تذوب ليكمش الغطايه ديال القرعه، كتبردوها عما تبرد مزيان. ها كتشوفوها بردات كتحبسوا وتقيسوها بيديكم. المهم هنا راه بردات، غادي نستعمل ليها هذه، غادي ندير فيها بعدا الماء، باقي انا ما درتش فيها الماء، خليكم معايا غادي نشللها وغنرجع لكم ان شاء الله. وهنا من بعد ما لصقت مزيان شللتها ودرت فيها الماء، صافي كتشدوا الماء عادي كتعمروها. انا دابا اصلا راه درت فيها الماء، غنوريكم على الطريقه كي دايره. تشدوه في شي غراف بحال هذا وصافي كتكبوا عادي بحال الفوم ديالها، صافي كتعمروها مزيان، كتسدوا كتجيبوها في النص وكتسدوها. انا يد وحده شاده فيه التليفون، ما عنديش كي ندير نتحكم. ها هي سمحوا لي واحد دقيقه بلاتي، وصافي كتبداو تعمروا الماء عادي. ها صافي، ها الكويز ديالكم عامر بصحه وراحه، طريقه سهله وفكره زوينه، وكنتمنىكم تشاركوها مع اصحابكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.